طبعا مكملين صباحنا سلمى، واولى فقراتنا رح تكون كثير مهمه، وخصوصا اخبار على مدار الساعه ومشاهد قتل ودمار عم يتعرض لها الى الاطفال، وممكن يكونوا بدون ما يوعوا على شيء عم يصير حولهم، تتشوه نظرتهم للحياه وللامور، وهي الاحداث والتفاصيل والصور القاسيه ممكن تترك ندبات على ذاكرتهم وتاثر كمان على نظرتهم وصحتهم النفسيه. اكيد عفاف، واليوم يعني مع وسائل التكنولوجيا الحديثة وأيضاً الموبايلات اللي موجودة بين إيدين الكل، لحظة بلحظة الناس عم بتراقب الأخبار بغزة وغيرها من الأماكن، وبالتالي ممكن من دون قصد أنه متابعة الأهل تخلي الأطفال شريكين بهي المتابعة، وبالتالي يتعرضوا للمشاهد العنيفة اللي بتترك أثرها على ذاكرتهم. كيف ممكن نتصرف بهيك شيء، وكيف ممكن نخفف من الآثار السلبية يلي ممكن تكون من التعرض لمشاهد العنف؟ كل هاي التفاصيل وغيرها رح نتعرف عليها مع ضيفتنا بالاستوديو اختصاصية التربية ريم سعد. صباح الخير ريم، يسعد اوقاتك. صباح الخير ريم. صباح النور. هلا. يعني اليوم نحن ما فينا نقاوم او نترك الموبايل او شاشه التلفزيون الا ما نتقص اي خبر او اي خبر عاجل، او بدنا نعرف شو عم يصير بالعالم ان كان بسوريا او خارج سوريا، وهذا الشيء ممكن كمان الاطفال يشاهدوه معنا، فممكن تتاثر صحتهم النفسيه او يصير عندهم تشوه لكل الاشياء اللي عم يشوفوها او للاشياء البسيطه او الصافيه، نظرتهم الصافيه حتى للحياه. كيف فينا نحن نتدارك هي المخاطر بحيث انه نحن نشوف كل شيء وعلى درايه بكل الاخبار، بس ما يصير في مخاطر سلبيه على صحه الطفل؟ تماما. هلا نحن مثل ما بيقولوا انه درهم وقايه، تمام؟ يعني انا بعرف انه في وضع ووضع جدا صعب ومزعج وحزين عم بيصير بمنطقه بتخصنا كثير يلي هي غزه، الله يكون معهم وينصرهم يعني. فانا اجباري انا مثلا بشوف بدي تابع وين صرنا، شو عم بيصير بالعالم، هذا شيء طبيعي. بس انا وقت يكون في عندي اطفال بدي اكون كثير حريص، يعني ممكن انا بوقت يكون ممكن اشوف على جهاز صغير يعني على الموبايل، لو الولد ما رح يجي ويتفرج معي، او اذا اجى انا فببعد هي. اما مثلا حط شاشه وبدي اقول مثلا نحن عم نحضر على الشاشه او على التلفزيون، بقول ان الاولاد لا تطلعوا هلا حيطلع مشهد، هي كثير شائعه، قالوا لا ديروا وشكم ديروا وشكم هلا في مشهد او لا تطلعوا. فانا لفتت له انتباهه انه في شيء اهلي ما بدهم يعني يشوفوا او يحضروا، حيصير ركز اكثر. تماما. فانا بدي ابحث شو في، ليش. فممكن انا وقت ما يكونوا استرق النظر اكسب فرصه اني اشوف. هلا اذا صار والولد مثلا الاهل صدفه حطوا ما انتبهوا او نسوا انه الاولاد قاعدين فهني عم بيتفرجوا او شافوا، طبعا حسب عمر الطفل حتكون اجابه على الاسئله تبعيته. وقت يكون الطفل فوق الثلاث سنين يعني هو قدران يخزن او يسترجع من الذاكره بشكل جيد، لانه تحت ثلاث سنين بتكون لسه الذاكره مانا كثير عم تقدر تخزن بالشيء اللي نحن بنتوقعه، بيكون في خطفات او هيك مسيرات يعني صور بصريه سريعه عن الشيء اللي كان قبل من سنين، اما بعد ثلاث سنين لا بتكون الصوره اعمق وبلشت تتخزن بشكل اوضح. اذا سال الولد او انا كثير شفته انه انتباهه شديد على الشيء اللي عم يتفرج عليه، فانا ممكن اشرح له بتفاصيل بس بدها تكون صحيحه. يعني ما فيني هيك الف قصه ايه وشفت وهذا تمثيل لا، هي حقائق، ما فيني انا ابدا اضحك على طفل، تمام؟ لانه هو عرفان انه هي ما لها حقائق، الولد بيقدر يميز هذا الشيء. فممكن اشرح له، دائما انا بحب مع الاهل انه استخدموا الورقه والقلم والرسم وهي التفاصيل يلي بتخفف من بشاعه الشيء اللي عم يشوفه الولد، وبشرح له انه ايه في هيك هذا شيء حقيقي وصار هيك، بس هن اقوياء، هن دائما عم بيحاولوا، هن لو بدهم ما كان صار فيهم هيك، بس هن بدهم يحاربوا هذا الشيء ويكونوا اقوياء. وجيبوا مفاهيم بقى، بجيب بقى مفاهيم الخير ومفاهيم انه هن كيف كلاتهم بيحبوا بعضهم وبيساعدوا بعضهم، يعني فيني غمق مع الولد بهي التفاصيل اللطيفه بعدين من مشاهد ما انا مستحبه هو قدر يشوفها. طبعا العمر الاكبر حيكون شرح اكبر، بجوز قلت يعني يكون في عندي فرصه انه اشرح له شيء بالتاريخ اكثر، بالمفاهيم اكثر، لحتى يقدر يفهمها تاريخيا، يعني يقدر يفهمها بواقع بواقع بلدان او شيء عم بيصير، فحتكون افضل، حتخفف شوي
من قساوة المشهد، وكل ما قلت له انه هن عم بيكونوا وهن عم يرفضوا انه يتركوا هاي المنطقة لانه بدهم يحافظوا عليها، هو رح يعز يعني رح يكون فخور ومعتز بأهله الفلسطينيين انه هن عندهم هاي القوة وعندهم هذا الصبر بانه يقدروا يتحمل. اكيد. طب ريم، يعني نحن بنعرف دائما بالاختبارات اللي بيعملوها النفسيه للاطفال بعمر صغير بيعطيهم ورقه وقلم ليرسموا، وبالتالي بيحللوا هاي الرسومات وبيفرغوها شو صار باللاوعي عند الطفل من يمكن الشيء اللي عاشه اذا كان عايش صدمه حرب او ما الى ذلك. اليوم هل هاي الوسائل بتنفع نفسها مع الاطفال يلي ممكن تعرضوا لمشاهد العنف عبر وسائل الاعلام، ام لا صارنا ننتقل لمراحل مختلفه بالتعامل معهم؟ تماما. هل اذا بدنا نحن نقسم الاطفال، اذا في عندنا مثلا بعمر 8 سنين و9 سنين 7 سنين وشافوا المشاهد وهن عندهم قلق، القلق مثلا عندهم عالي، فهي المشاهد راح تخيفهم، حيكون في خوف اذا سمعوا. وهون بستدعي انا اني ممكن يكون في شيء علاج ولو بسيط، او مثلا اذا سمعنا نحن من الاهل انه في فرص يصير مشكله بالمنطقه، يعني ما حفظ كثير بتفاصيل، بدنا ننتبه، لازم نضلكم منتبهين، لازم الولد كل شيء مبهم، حتى نحن الكبار المبهم دائما الخوف منه اكبر بكثير من الشيء اللي بنعرفه اي شيء كان. وقت بيسال الولد بدنا نجاوب، اذا حسيت عنده قلق زياده بدعم له هذا القلق بالقوه، انا الشخص القلق او الطفل القلق ما فيني ضل طبطب عليه لانه انا بضعفه اكثر، بزيد له القلق اكثر، بده يستند على بنيه واثقه من نفسها، بنيه عرفانه شو عم بتخطي، يعني انه بنحكي وقائع انه ممكن اذا صار هيك فنحن حنتصرف 1 2 3 موزع معها، ما في وقت واحد يفكر، ما في وقت واحد انه يخاف، لا بدنا نتصرف لنكون بأحسن حال نحن واللي حوالينا. فدائما توزيع مهمات أو إنك تكون سند وسند قوي، ما في وقت للحزن والبكي لأنه هي بتضعف وأصلا ما إلى وقت، فنحن بدنا نكون أقوياء. طبعا هذا بيختلف عن المناطق اللي ممكن تكون قريبة لشيء صار، يعني إحنا بنعرف الفترة الماضية كان في كتير عدوان على المنطقة، وفي طبعا حتى قدام العدوان اللي صار فيه في أماكن سكنية في أصوات كانت كتير عالية، في كتير تفاصيل الولد وقت يسأل بده يعرف، ما فين له بالون طق. طيب نحن عرفنا للطفل وحكينا له الحقيقة وشاف مناظر وسمع أخبار كتير بشعة، هون كيف نحن بدنا نحصنه معنويا ونفسيا بحيث ما يتأثر أو ما تأثر على حياته المستقبل صحته نفسيا ومعنويا، كيف ممكن تكون الحصانة؟ مثل ما حكينا أول شيء على العمر، أنا بعمل على العمر الحصانة، إذا أنا بعرف أنه أولاد صغار أو ضعاف فأنا درهم الوقاية، أنه أنا شافه مرة مرتين بس مو كل نهار، يعني أنا لازم كمان كأهل يكون عندي شوية وعي بأنه هذا الولد هذا الشيء ممكن لأنه مبهم، ليش هيك ما يعني ما في مبرر براسه يعطيه أنه ليش هيك عم يعني هالدموية هي كلها، ما في شيء انه يقدر يقنعه بهي الاعمار انه ليش هذا الشيء عم بيصير، فانا من الاساس بحميهم قدر الامكان من هذا الشيء، وقت ماني قدراني احمي فانا بدي الجأ للعقل، للمخاطبه العقليه بحسب عمره، ويكون شيء واقعي وقد فهمه وقوي بهي المراكز، انه لانه هن كتله واحده، ودائما انت بتشوف حتى بافلام كرتون حتى باي قصه بتقراها انه كل ما كانوا مجموعه بيكونوا اقوى، بيكونوا هن عم يديروا بالهم على بعضهم. انه في دم كثير، في موت، الموت حق، نحن كلياتنا بحسب، هذا شيء ثاني له ترتيب ثاني، بس المهم انه هن عم يقدروا، يعني مثل ما عم نشوف هيك كمان عم نشوف انه في ناس عم تروح تنقذ بعد اسبوع وعشرة ايام وعم تشيل بايديها، وهذا شيء واقع، فانا بدي اعلمهم، بدنا نتعلم، الولد لازم يتعلم انه في شيء انتماء، في انتماء لوطن، هو انتماء كثير شديد إن كان هون ولا إن كان بأي مكان، هذا كتير بيعززنا نحن ككتلة مجتمعية، كناس مجتمعيين عايشين مع بعض، في انتماء للوطن، في انتماء للعائلة، هذا الانتماء بده يتعزز حتى عند أطفالنا وقت يشوفوا هيك مناظر، فشدة الانتماء بتقوينا إنه نحن مجموعة واحدة، وقت حدا يوقع فالتاني رح يشيله. طيب أستاذة ريم، كمان نحن عم نحكي عن الأطفال والأهل أحياناً بيكونوا هن متضررين نفسياً، يعني نحن عم ننسى أنه ممكن هن ما عم يسمحوا للأطفال يشوفوا هالمشاهد عن طريق مثل ما قلتي أنه أنا باخد جهاز ما بينتبه عليه الطفل وما إلى ذلك، بس هن نتعرضوا للعنف،
فايضا التعامل مع الطفل رح يكون شوي مختلف. يمكن عم نشوف اهالي صار عندها حالات قلق، اضطراب بالنوم، اكتئاب من المشاهد العنيفه اللي عم بيشوفوها واللي الكل عم يحضرها. يعني مزبوط. هلا الشيء اللي عم بيصير مثل ما هو موقفي، يعني انا اذا انا شخص بنيتي النفسيه كانت قدر الامكان جيده، فالشيء اللي عم بصير حيأثر فيني بس ما رح يعمل لي الفجوة اللي رح أوقع فيها. يعني أنا مو مثل الشخص اللي عنده قلق، قلق كاضطراب أو عنده اكتئاب، واكتئاب كاضطراب، مو كأنه أنا هلأ فصلي وزاد حزني أو بس نتيجة المشاهد انزعجت بس طلعت تحت مشوار فأنه أموري بخير، لا. هذا شيء محمول معي، فأنا هون مو غلط أبدا أنا كأهل حتى ما، لأنه هذا الشيء أنا بشوفه من السلوك هو ممكن عصبية بالعمل مع الأطفال مع إنجاز المهمات. كثير بسمع ما بعد اللي شفته ما لي خلق أعمل شيء مثلا، بدي ألجأ لأخصائي أكيد، بدي فرغ بهذا الشيء. كيف أنا فرغ؟ أكثر تفريغ بيريحنا هو الحركة، يعني بهيك ظروف أكثر تفريغ هو الحركة، وبإني أسعى ودائما حط خطط. أنا بقلق حط خطة، لا تقلق، وفر قلقك بإنك تحط خطة واحد اثنين ثلاثة وتلتزم فيها وتجرب فيها وتحط احتمالات. يعني أنا وقت شغل العقل دائما، نحن بنحكي مثلا مع الراشدين بهيك تفاصيل، وقت نشغل العقل فنحن المنطق بيعلى فالانفعالات والعواطف رح تنزل أكيد. فدائما نصيحتنا للأهل إنه شغلوا العقل، شغلوا المنطق، ما رح نخلي طبعا بمساعدة يا من أحد أفراد العيلة بيكون على دراية أو وعي. ومو خطأ أبدا إني استشير أخصائي نفسي، ونحن كتير عندنا مراكز ومراكز مجانية، وفي أخصائيين جيدين جدا، وفي طبعا أطباء نفسيين كمان ممتازين بهي المراكز. فهي ما حتكلفني شيء إلا مشوار الطريق بإني روح واستشير أنا، لا أنا كنت من الأهل. طيب نحن ما فينا نتدارك كل هاي المخاطر قبل ما تصير، أو نحن ما بنعرف إنه بدنا نشوف هيك مشاهد أو بدنا نتعرض لهيك أحداث، ما ممكن يكون في حصانة مسبقية قبل ما يصير هذا الشيء؟ ممكن الطفل يتعرض لصدمة من أول مشهد ما يلحق الثاني، أو من أول خبر تصير عنده صدمة أو حالة نفسية أو اضطرابات حتى تعرضه لشغلات خطيرة. يعني ما فينا نحن نتدارك هذا الشيء؟ هلا للامانه يعني حتى نكون واقعيين بهدول الظروف نحن ما فينا نتدارك، بهيك ظرف واقع علينا ما فينا نتدارك، لانه انسانيتنا ما عم تسمح لنا انه نحن ما نتابع، او نحن ما يعني بنقول لا ما بدي اشوف. بس ما بتقدري ما تشوفي انه ان شاء الله اليوم ما يكون الضرر كبير، ضرر كبير انسانيا، يعني البناء بيتعمر بس الضرر كبير انسانيا. ان شاء الله قدرت مثلا فتحت مثلا معبر ما وفاتت مساعدات، ما بنقدر انه نحن نوقف هذا الشيء. بس دائما العقل، العقل هو الفيصل بهي الامور. هلا اذا الطفل تاثر وعنده مشكله فانا مو غلط اني اتواصل مع المدرسه تبعه، يعني انا والمدرسه او الروضه اللي هو فيها نحن بنعمل فريق جيد جدا. التفريق تبعنا بيكون طريق رسم مثل ما حكيت استاذه سلمى، نحن بنرسم، مو بس بنرسم، وقت يرسم الطفل نحن بنناقشه باللي رسمه وبنعطيه حلول، بنعطي حلول طبعا كناس اخصائيين، كاشخاص اختصاصيين بهذا المجال، بنخليه يفرغ وبنعطيه بدائل انه انت نحن مثلا حنقعد ما حنبكي، حندعي، حنقعد ندعي، حنحاول انه مثلا نوزع شيء ارواح الشهداء، انه انا انت فيك تجيب شيء على المدرسه تقول عن ارواح الشهداء. طبعا برجع بقول حسب العمر، يعني بدي اعطي للاطفال مخرج وحتى للكبار مخرج بانه هن يخفف الوطأة النفسيه. وهون طبعا فينا نقول العقل والعلم، وفيني نقول بالشكل هو العقيده والايمان الديني، يعني انه شهداء عند ربهم، طبعا شهداء عند ربهم، هذا شيء كثير شيء معزز كثير قوي للكبير وللصغير، انه هن بمكان افضل، وهن اكيد دعائهم حيكون مسموع اكثر، وهن حيكونوا عم يشوفوا او عم يتواصلوا او عم يدعوا لنا بانه نحن الله يخفف عنا. تمام، يعني بهيك مفاصل بالاخص بالحزن الشديد في عقل وفي عقيده في دين، انه نحن لا في هذول اثنين، هذول اكثر شيء
بيحموا إن كان كبير أو صغير بهيك محاور عم بتصير معنا. أكيد. طيب أستاذ ريم، خلال الأيام اللي مرقت طبعا كتير يمكن سمعنا حالات عن أطفال عم يتواصلوا مع خليني أقول المدرسة أو الحضانة اللي هنا موجودين فيها، من خلال وجودك طبعا كمدرسة ومربية، بعض الحالات اللي وصلت لعندك شو أبرز شيء شفتيه، شو التأثيرات ممكن اللي وصلت لأطفالنا وكيف بيتم التعامل معه؟ يمكن هو أكتر شيء هو الصوت العالي تماما، الصوت العالي وصوت الانفجار أو الضرب اللي كان بالمناطق السكنية اللي كانت قريبة، وطبعا مشاهد الدم هي أكتر شيء بيخوف الأطفال. هلأ كلون أحمر، خليني أقول كلون أحمر، أنا بخفف هالوطأة تبعيته. عندنا مساحات مثلا، ممكن أنا عندي حيط طويل نعلق فيه وراء وحنرسم كل شيء بتعلق باللون الأحمر واللونه. فتنا هي القصص هي وقت منغمق فيها يعني مفوت فيها فهي بتخف، نعمل استبدال بالذاكرة للصورة السلبية تماما، بتخف عند الولد أنه أي في شغلات حمراء حلوة. في دم مو مشكلة، يعني دائما عندي حرص أنه الأطفال ما يخافوا من الإبرة بالمكان اللي متواجدة فيه أو أي مكان، مثلا ما في داعي نخوف أولاد عود عائل لك هذا عمه معه إبرة أو هذا دكتور معه إبرة. الأساليب لا، الإبرة هي مفيدة. أنا كتير بقعد لا الإبرة يكون معي إبرة، إنه لا الإبرة منيحة، الإبرة فينا نعطيها وهي بتروح الوجع وهي بتروح كل شيء، إنه بخاف ما في شيء يخوف. غزة ومصير مثلا هيك بلعبهم وبغزوزهم، خفتوا شيء ارتعبتوا شيء؟ فإنه لا، مثله مثل أي شيء تاني بشوفه. ما فينا نزرع إنه هي هلأ بينزل لك دم، طب نحن باللا شعور تبعنا محطوط إنه الدم خلص يعني انتهاء حياة، يعني سنة عن سنة الدم خلص يعني مرعب. أنا ما فيني ما بتلحق أحيانا، لأنه بيجي للولد طفل يعني هيك مجروحة إيده مرعوب من منظر الدم، منغسل وما فيها شيء. الصوت العالي، أنت وقت تسمع صوت أو خفت غني هاي الغنية حسب العمر، برد بقول مثلا بنغني هاي الغنية أو صوت عالي بدنا نتعود نحنا حط إيديك على أدنيك. إذا لحقت أحيانا بيكون في أشياء وراء بعض فيك تسد أدنيك، أو فيك نحنا ساكنين بمنطقة هيك فبدنا نتعود نتعود إذا سمعت الصوت احمي حالك، فكر كيف بدك تحمي حالك. يعني أكثر من هيك ما فينا نجمل الشيء اللي عم بصير، بس نحنا بندعم قدر الإمكان وبطلب من يعني من كل الأهل أولاد وصغار ما رح نخوف لا من مشافي ولا من طبيب ولا من دم ولا من إبر، لأنه أي واحد فينا متعرض وبشدة لهيك مواقع. فوقت ما بتخافي من الشيء وقت بتعرفيه منيح فخلص أمورك بتواجهي من دون أي مشكلة. طيب هو الوعي. ستريم، في أطفال كتومين ما بيحكوا ما بيعبروا عن خوفهم ومخاوفهم، حتى ممكن يشوفوا أي منظر قدامهم يرتعبوا من جوا بس من برا يضلوا جدا عاديين وثابتين، حتى الأهل ممكن ما يشعروا فيهم لهدول الأطفال إنه هنن خافوا أو تأذوا نفسيا من جوا. كيف نحن في علامات أو مؤشرات بتدل إنه هذا الطفل عم يكتم جواته؟ وقع تحت ظرف من السلوك من الأعراض. يعني ممكن يجي الأهل الماما تقول لي الله يوفقك خليه ياكل خفان كثير أكله، فأنا مباشرة إن كان أنا أو الكادر التدريسي، نحن كلاتنا يعني الحمد لله العلم متوفر ونحن كلاتنا ناس بتقرأ، عم بحكي كمجموعة إن شاء الله يكون الكل هيك، يعني بنقرأ وبنبحث وكل هاي التفاصيل، في سلوكيات محددة، مشاكل نوم، مشاكل أكل، مشاكل درس، عدم الشعور بالبهجة أو مشاركة الأنشطة. أنا بعرف في طفل نشيط ما عم يتحرك من الكرسي تبعه، ما بده، دائما عنده رفض لأي نشاط حلو، فأنا فوراً بعرف أن الطفل متعرض لشيء. أحياناً بيكون عنف منزلي، ما بضرورة يكون شيء شديد مثل عم يصير هلأ، عنف منزلي، غيرة شديدة من أخ موجود جديد. السلوك هو خير برهان وخير دليل بأنه نحن في عنا مشكلة معينة، هون دغري نحن منباشر بالحل مع العيلة مع الأهل كأشخاص معنيين بالطرق التعليمية والتربية بالأخص، مشتغل على الطفل والحمد لله غالبا بنقدر نتجاوز هاي المشكله اذا كانت عميقه نحن وقفنا عند حد، فكمان بنعرف الحد اللي لازم نحول فورا لعند طبيب. يعني الطبيب يعني شيء دوائي، هو ما له مخيف، هو بيساعد وبيدعم الطفل او الكبير بانه يتخطى المشكله باقل ضرر ممكن. اكيد.
طيب بالعموم خلينا قبل ما نختم ناخذ منك بعض النصائح، نعمل هيك مثل مراجعه سريعه لبعض المحاذير مثل ما بيقولوا اللي لازم يتجنبها الاهل تماما بهي الفتره. هلا اهم شيء مثل ما قلنا الوعي، يعني احنا كثير حلو نوعي اولادنا وما يكون في خوف ابدا، يعني من هلا معلش حتى لو شفنا اليوم انه نحن لازم ما نخوف لا دم ولا ابر ولا اي شيء بخص المشافي والاطباء للاطفال، فبنكون قطعنا نص الطريق. كل شيء بخص الانتماء والفكر لانه نحن نتعلم ونشتغل على الولد فهذا لازم نشتغله معه. اخيرا انه الشيء الواقع واقع، فنحن دائما بالحلول يلي هي رح تكون لقدام هي اللي رح نشتغل عليها ان شاء الله. يعني ان شاء الله اكيد ما حدا بيتعرض لصدمات وبتمنى السلامه وبتمنى يعني أكيد. كلاتنا اكيد قلبا وقالبا مع اهلنا بغزه. هلا ذكرتي يا سترين بس سؤال اخير انه ممكن طفل ناخذه لعند طبيب نفسي، ولو هيك المعلومه تكون سريعه، طفل وطبيب نفسي بتلاقيها شوي صعبه، اي عمر ممكن يكون بيستدعي انه لحتى لتدخل الطبيب النفسي ممكن؟ يعني احيانا نحتاج للطبيب بعمر السنتين وهذا ابدا ما بيخوف وابدا ما بيقلق مثل دواء الالتهاب، حتى اللي بيقولوا الاثار جانبيه مثل دواء التهاب مثل دواء سالي مثل اي شيء، وصدقوني المنتج لقدام افضل بكثير من انه نخبي عيننا عن هيك تفصيل. حتى لو كان ما بيحكي الطفل؟ حتى لو كان ما بيحكي تماما، لانه الطبيب عنده الادراك يعرف اعراض التفاصيل، وبالاخص اذا رايح عند اخصائي وبعته فنحن بنبعث معه دراسه الحاله تبعه، فبتكون الموضوع كثير اسهل ما في مشكله. اكيد. طيب دائما بننسال هذا السؤال انه هل الاختصاصي النفسي والاجتماعي والتربوي اللي موجود بالمدارس او بالحضانه كافي ولا لا انا بحاجه لاستشاره نفسيه عند الطبيب؟ مبدئيا كافي حسب الحاله. تماما مبدئيا كافي، لانه يعني اذا ما بدنا نظلم فنحن 95% من الاهل ما بيروحوا او بياخذوا طفلهم دغري لعند اي طبيب نفسي، انه لا انا حاسه انه لازم اخذه لعند دكتور نفسي، اول شيء بيقول لا ما بدنا، فنحن بنورجي اعراض بنورجي مشكله اساسيه للاهل بانه لا نحن بحاجه انه نعطي هاي الفرصه للولاد وللاهل. انا يعني حاحكي بشكل شخصي، انا كثير بتعب مع الاهل لا اقدر اقنعهم بضروره، وبقنعهم علميا طبعا بضروره مراجعه الطبيب، لانه ما في حل هون غير دواء وما نخاف. صحيح. تماما ما نخاف، كثير بتريحوا الولد وانتم بترتاحوا بهذا التفصيل. اكيد اكيد. بالختام بدنا نتشكرك، شكرا لوجودك معنا وكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ان شاء الله بنتمنى انه يكون مفيد. اكيد ان شاء الله الصحه والسلامه للكل، وشكرا لك. اهلا اهلا.